حكومة العثمانية اختي اش نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تخيلي معايا انسان كيعطيوه ورقة باش يمليها على الشعب وما تيعرفش يملي، ما كيعرفش يوصل. هذا رئيس حكومة دخلنا على الكبر. انا بغيت نعرف، هو طبيب نفساني، بغيت نعرف الناس الاولين اللي كانوا كيداووا عنده مساكن فين وصلت الحالة ديالهم. والله هذا الشيء اللي باغي نعرف انا. نقطة مهمة سيدي، حنا بغينا نعرفوا السي العثماني اللي تيكون ناعس حتى 12 ديال الليل والوحده ديال اللي تخرجنا بقرار، واش العثماني انا ما فهمناش، واش هذا رئيس الحكومه هذا واش مسطي ولا بعقله تيخلي الشعب تينعس وتيخرج بقرار مع من تيدوي مع من تيتشاور؟ ما فهمناش. انا حاجه واحده لا نقول لك، دازوا حكومات ماضيه وكنا عايشين معاهم، عمرنا ما تشكينا من نهار جات الحكومه ديال العداله والتنميه، وحنا اللور اللور تنطالبوا بالحكومه ديال العداله والتنميه تعطينا اتساع تبعد منا. ماذا سيري بحالاتك، سيري بحالاتك، سيري بحالاتك، سيري بحالاتك، سيري بحالاتك. ويا المغرب ماشي ديالك. تنوجه واحد النداء ديالي ليكم، تنوجه واحد النداء ديالي ليكم، كان يموت الشعب، راه الشعب تيموت والوليدات ديالنا في خطر، والسبب ديال هادشي كامل هو العثماني، هو رئيس الحكومة. وليداتنا خرجتي عليهم، خرجتي على والديهم وكملتي بوليداتنا. اذا غنقول واحد الكلمه زوينه سي العثماني من هذا المنبر، العثماني عندنا التصويره ديالك ملي كنتي باقي في الحزب قبل ما تكون وزير، وعندنا التصويره ديالك من وليتي وزير دابا. اذا كاين واحد الانتقاد اللي هو شاسع وكبير بزاف، كنتي لابس الصباط 1200، دابا جي لابس الصباط 4000 درهم في الوقت، تقول ولاد الشعب ندافع على ولاد الشعب، من وصلناك اللي بغيتي نكرتي ولاد الشعب. العثماني سير بحالك، والمغرب ماشي ديالك. ماذا تريد ولاد الشعب؟ العثماني سير بحالك والمغرب ماشي ديالك. المهم جوج كلمات غنقولهم غنختصر فيهم كل شيء. ديروا معاهم حسابات، من اين لك هذا؟ جدك اش كان عنده؟ باك اش خلى وانت اش عندك؟ من نهار شديتي المنصب ديالك شحال كتخلص؟ من اين لك هذا؟ هذا هو الطالب اللي كنطالب انا. واحد السياسه دارتها الحكومه بعدا ما خصهاش تكون، خاص الانسان يكون صريح مع الشعب. حكومه خاصها تكون صريحه مع الشعب. دابا في هذا الموسم الدراسي الجديد طلقوا للناس الادوات، طلقوا لهم مسائل، الناس شرات كتبه شرات قيم، في الاخر قالوا لهم توقيف. علاش توقفوا الناس؟ عباد الله خلصات وشرات كتبه وفي الاخر توقفهم. بذريعة كورونا، كورونا كاينه مرض فتاك، ولكن راه المرض اللي كيعيشوا الشعب اكثر من كورونا. بالله عليك اختي، كتلقاي دار فيها سبعة ثمانية العائلات، كل عائلة شادة بيت. حاشاك وحاشا هاد الناس اللي غادي يشوفوا هاد كيديروا السيرفيس على طواليط وحدة. هادي راه خياب من كورونا، هادي وعر من كورونا، هادي اللهم كورونا ولا هاد الحالة هادي. الله غالب. خوتي المغاربة، أنا واحد الإنسان عندي غير على هاد البلاد، وكنموت على هاد البلاد وباغي نمشي للغربه، ولكن هاد البلاد زوينه وباغي نبقى فيها، ولكن هاد الحكومه ما دارت معنا والو. هاد الحكومه ديال العثماني اكبر كذبه في التاريخ. شنو ما دارتش معنا؟ كتقول لك صيفط الرقم 10 10 باش تعاون الصندوق ديال الدعم، وانتم فين هما الفلوس ديال البلاد؟ وانتم كتقولوا لينا عاونوا الصندوق ديال الدعم، فين هي الفلوس ديال البلاد؟ الثروات ديال البلاد فين هي؟ اين الثروه؟ فين هي الفلوس؟ حنا بغينا الفلوس تعطى للشعب، حنا ما بغيناهمش يبداو علينا صيفط 10 دراهم ل 20 20 باش تربح، باش تعاون الصندوق، باش تعاون هذه. هذاك حبيبي، نعم. لا الفلوس ديال الدم اللي عطاو للمواطن المغربي، لا راه خداهم، ولكن راه خلصوا المغرب. اي مواطن مغربي خدا الدم راه خلص عليه دونتري. كاينش الكمامه 300 درهم بروسي هما زادوا في المدارس، خلص لاسيرونس، زادوهم الموت، العدالة سير بحالك. شي هذا الموقف اللي داروا دابا بحال هاد المدارس الخصوصية، بعد الناس ما عرفاش راسها واش غتقرا، ما عرفاش راسها واش تشري كتوبة، ما عرفاش راسها واش غتخلص. المدارس الخاصة تخلصوا من عند الناس 3 شهور الأولى والشهر الأخر، وباقا ما كاينة لا قراية لا والو، قراية عن بعد. كاين شي ناس ما عندهاش حتى تليفون، عندها نوكيا، كيفاش غتقري ولدها عن بعد؟
غتبقى تشارجي يوميا 10 درهم كونيكس خاصهم يطلقوا فابور باش يمشي تقريق ولد عن بعد. اول حاجه واش الدري ما قراتش في المدرسه باقي غيقرا في الدار واختي نرجعوا الموضوع اتصالات اتصالات خاصة تعاون مع ولاد الشعب ما كاين لا كادو قريع على بعد من الاخر ليديك كتمص لينا الدم ديالنا والحكومه كتمص لينا الدم ديالنا حلوا لينا الحدود نهربوا حلوا لينا الحدود وما كاين لا انتخابات